محمد صلاح طبعا وجوده مهم اكيد، بس ده ماتش تحصيل حاصل ملوش اهميه بالنسبه لنا، وان احنا اصلا يبقى عندنا ماتش زي ده يبقى في مجال للتجربه لواحد تاني مكان صلاح. عندنا زيزو، عندنا حسين الشحات، حسين الشحات تقريبا ما انضمش، عندنا زيزو، ناس كتير ممكن نجربها مكانه. لا هو طبعا صلاح لازم يكون موجود، هو من احد اهم العناصر الموجوده في المنتخب الاساسيه دلوقتي. فيش يعني مين ونجات ايه موجوده في مصر دلوقتي؟ صلاح، في تريزيجيه، المواهب مش زايد قوي في مصر دلوقتي، فهو صلاح يعتبر اهم موهبه في مصر وفي الوطن العربي كله كمان، طبعا لازم يكون موجود. هو طبعا اكيد ان هو يريحه دلوقتي تمام، ده هيكون افيد بعدين في مباراه تونس، وكده كده المباراه اصلا تحصيل حاصل، المفروض ان هو اصلا يريح اللعيبه الثانيه تمام لمباراه تونس اصلا. لا والله المفروض كان يبقى موجود معانا، يعني احنا نجم كبير قوي نعتز بقدراته ومهاراته وحاجه كبيره، المفروض كان يبقى معانا يعني. قرار صح طبعا عشان يدي فرصه للاعيبه جديده في الدوري المصري، يجرب لعيبه تانية، خصوصا الماتش يعني مش مهم قوي واحنا صعدنا خلاص، فالاهم يعني ماتش تونس، ان تونس منتخب قوي وهيبقى المهم يعني ان انا اجرب محمد صلاح مع الكادر اللي موجود. انا شايف ان قرار فيتوريا قرار مهم جدا وقرار صح جدا، محمد صلاح في الفتره دي اصلا الماتش مش مهم، احنا خلاص ضمننا التاهل بنسبه 100%، فمحمد صلاح محتاج ان هو يرتاح اكتر، اكيد يريحه افضل، وكمان لعيبه النادي الاهلي برضو اللي المنتخب برضو عايزها معاه في مباراه اثيوبيا، هي مباراه تحصيل حاصل.